السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله صحة وسلامة عليهن بالعراق وجميع الدول العربية والعالمية. طبعا حبيت أنزل هذا الفيديو استجابة طبعا لتعليقاتكم والرد على الأسئلة اللي يعني قاعد أشوف بالتعليقات بالفيديوهات. يسألوني على الشغل بتركيا. طبعا انا نزلت ذاك الفيديو وهسه راح اوضح بعد شوية شغلات ازيد. طبعا الشغل بتركيا هنا يختلف عن الدول الباقية. مثلا احنا عندنا بالعراق او دول الخليج يكون الشغل الحلاق يعني شغل ازيد من شغل تركيا. شلون هسه يقولون يسألون هاي دولة اوروبية ويعني بها شغل ومنفتحة. أنا وياكم بهذا الحكي، بس تبقى أنت عندك عائق هو اللغة. هاي أول أشياء اللي تواجهها بها بالدول الغربية عامة، يعني مو بس تركيا. ثاني شغلة، تركيا تختلف عن دول أوروبية بالنسبة للأسعار. يعني شوية هنا مثلا شلون نقول الوضع الاقتصادي يعني مو مثل باقي الدول. ثالث شيء عندك يعني انت اذا تريد تفتح محل لحسابك لازم يكون عندك اجازة وممارسة مهنة. وثاني شيء المحل لازم يصير مو باسمك، يعني يصير باسم واحد مقيم يعني بتركيا او تركي او عربي عنده جنسية تركية. باقي الاجراءات والله ما اعرف بها، يعني ان شاء الله اسالكم عليها. شلون يعني مثلا انت تقدر تفتح محل لحسابك الخاص يعني بدون ما يتدخل بي تركي ولا اي شيء. بس اللي انا عرفته يعني من خلال اسئلتي لبعض الناس اللي هنا ساكنين بتركيا، يقول ما تصير انت تفتح محل الا باسم تركي يعني، او تشارك لك ويا واحد تركي مثلا، او انت مثلا تشتغل ويا حلاق تركي. شلون تشتغل؟ اما بالنص تشتغل وياه او تأجر من عنده كرسي، او تشتغل وياه بالنص انت عملك. اما هو من يشتغل ما تاخذ من عنده النص مالتك، بس النص مالتك انت، يعني انت كحلاق انت تشتغل بالكرسي مالتك. يعني اليوم خلينا نقول حصلت بالليرة، راح نحكي التركية، حصلت في 200 ليرة، راح تقسمها شغلك. اما هو من يشتغل 200 ليرة لا ما يتقاسم وياك، مجرد انت بس كرسيك شغلك انت تتقاسم وياه بالنص، اما شغله ولا اله. اذا مثلا واحد ابن حلال او شيء تحصل لك واحد تركي يقول انا افتح انا وياك محل، او عربي عنده الجنسية التركية يفتح محل هو كامل الاجراءات. تقدر مثلا تشتغل انت وياه بالنص، يعني المستلزمات من تشتريها، الشغلات، المساجات، هاي الشغلات، المكائن، الشفرات اللي تستخدمهن، الشامبوات مثلا، كل هاي الاشياء راح تستخدموها انتم بالنص وياه. اما اللي مأجر وياه كرسي انت نفس الحالة. اما مثلا انت وياك اجي قصدي وياه بالنص، بالنسبة الكرسي مالتك بالنص وياه، هذا لا هو مالك شغل بالمواد، انت لين راح تطي بالنص، تطي شغلك بالنص. هاي الشغلة طبعا موجودة عندنا حتى بالدول العربية، يمكن بس بالعراق هي معمول بها يعني موجودة. بقى الشغلة الثانية، شباب وايد يقول لي احنا نريد نجي لتركيا ونشتغل يقولون بها الشغل. وهاي انا ما اقول لك انت لا تجي، تعال وشوف الشغل. بالنسبه لتجربتي انا اكثر من محل رحت، وتعرفون يعني لازم واحد بالبدايه يروح يشوف اي محل، بعدين شوي شوي يطور نفسه ويحاول يتكل على نفسه ويشوف له محل، يعني مو رسمة انت تصعد مثل ما يقول للدرج الاخير، تصعد سلم سلم. فأنا صعدت سلم سلم مثل ما قاعد أقول لكم، ووصلت لهذا المحل. هذا المحل شوية أسعاره زين، تختلف عن أسعار بقية المحلات اللي اشتغلت بها. طبعا أكو شباب هواي راسلوني يقول لي علي أنت قاعد تقول مثلا حلاقة مثل 15 ليرة أو شيء. طبعا حسب المنطقة، مثل ما عندنا بالعراق ودول عربية بعد ما أعرف، هي طبعا هي كل دول العالم يمكن
يكون المكان حسب المكان، يعني السعر حسب المكان. مثلا أنا إذا أشتغل منطقة شعبية، مو مثل المنطقة احنا نسميها الراقية، يعني هاي المناطق الراقية اللي هي يعني زينة، بها أسواق بها محلات، المنطقة يعني بها مثلا ناس هي لايف، خلينا نقول مو مثل الناس اللي دخلهم محدود، أبو الدخل المحدود يروح المنطقة الشعبية، ما يروح للمناطق خلينا نقول الراقية حتى يحلق، لأن هنا شوية السعر راح يصعد عنده، فيبقى يروح للمنطقة منطقته مثلا ويحلق بها. مثل ما قلت لكم الأسعار حسب المنطقة وحسب المحل، إذا كان متوجه في سوق مثلا وفي يعني محلات خلينا نقول شارع يعني راقي وجيد، فتكون أسعار الحلاقة هنا متفاوتة. مثلا يعني أكو 40 ليرة، 50 ليرة، 60، توصل ل 100 ليرة، اللي أنا حسب ما شفته بهاي المنطقة اللي أنا هسه أشتغل بيها. باقي المناطق تلقى أرخص، وأكو مناطق بعد أغلى. مثلا أكو مناطق سياحية يجون بها يتردد بها الأجانب، راح تصير طبعا هنا غالية، وحسب ديكور المحل. هسه احنا اذا اريد اروح، انا مثلا اريد اروح اشتري خلينا نقول اي شيء، ملابس او كان خضروات او شيء، اذا شفت محل راقي وديكور وهاي الاشياء وشارع يعني راقي، فراح اعرف هذا المحل غالي. زين، بالنسبة للدخل المحدود ما يتخلى، شلون نقول احنا عندنا المول او عندنا السنتر مثلا، اسواق راقية هاي، فتروح للسوق الشعبي راح تحصل أشياء أرخص. طبعا الحلاقة نفس الشيء، نفس دور المكان يعني والموقع مالته والحلاق. طبعا أكو حلاقين تلقاهم بالمناطق الشعبية طبعا أحسن ممكن من حلاقين اللي بالمناطق الراقية. يعني شوف حلاقته هذا أحسن، بس هذا كديكور يخليك مساجات هاي الأمور ذني وهاي، فصراحة تصير حلاقته شوية غالي، يعني يغسل الشعر ويحط مساجات والشامبو بأنواعه مثلا، مثل ما احنا بهذا المحل نفس الشيء، يعني مثل ما راويتكم الديكورات. طبعا وراها هسه اشوف شامبوات طبعا هاي أصلية كلها، لا يجذبون خير مثلا انت شنو تريد، يا نوعية شامبو او المساجات مثلا، حتى تكون المكان هنا عندنا يعني درجة أولى، والمناشف يعني احنا نسميها خاويات، المنشف يعني نظيف وجديد واستخدام قليل بيه، مو مثل باقي المحلات مثلا يبقى الخاويات عنده سنة سنتين. الوزرة كذلك تلبسها للزبون، شريط وهاي الأمور، ونظيفة الوزرة، وبين فترة وفترة تتبدل الوزرة حتى الزبون من يجي ما يلقاها نفسه يحس أكو تغيير بالشي. هاي طبعا حكينا احنا على الأسعار، حكينا على المنطقة، متفاوتة بين منطقة ومنطقة طبعا الأسعار حسب المنطقة وحسب المحل الحلاقي، مرتب لو ما مرتب. أكو هواي شباب يسألون طبعا اضطريت هسه أقطع الفيديو لين اجت كوافيرة طبعا قريبة هنا عندنا بالبناية، فطلبت مقص قوة، حكيت وياها تركي، يعني ما حكيت وياها تركي بس يعني شلون بالترجمة هاي الأمور، وقطعت الفيديو، طلبت مقص تشفير، معناته مقص شو نسوي. طيب مثل ما قلت لكم شباب، ما ادري انا كنت احكي عن الامور اللي شلون مثلا الشاب يجي لتركيا وشنو الصعوبات اللي يواجهها، مثل ما قلت لكم والاسعار قلت لكم عن منطقة عن منطقة تختلف. وهنا اللي خلي ببالكم مثلا اذا اجى واحد هو وعائلته شوية يعني واجه صعوبة، مثلا السكن غالي، الفواتير الكهرباء والماء شوية غالية، والغاز عندهم، أما المواد الاستهلاكية مثل اللي ياكلها البشر، مواد غذائية خلينا نقول، والخضروات شوية يعني زينة مثل العراق،
رخيصة، كل شيء موجود إن شاء الله. الملابس نفس الشيء يعني رخيصة، بس الآجار وهاي الأمور شوي غالية. أما حتى إيجار المحلات شوي هم غالية حسب المنطقة اللي راح تفتح بها محل. يعني مثل العراق عندنا نفس الشيء، أنا هسه حكيته قلت له هاي منطقة راقية وهاي منطقة شعبية، راح نفس الشيء الأسعار تتفاوت. فما أقدر أعطي أسعار أنا مني مثلا، أسعار من 600 ليرة، 900 ليرة، 1000، 2000 ليرة، أكو يعني حسب المكان والمنطقة اللي أنت راح تفتح بها محل. شباب هواي يسألون يقول علي أنت ليش رحت، وهاي الفيديو اللي قبله نزلته حكيت بيه هذه الأمور، أو هل أنت باقي بتركيا؟ طبعا إن شاء الله ما أبقى بتركيا هواي، لأن العراق شوية يعني ما تقدر تعوفه صراحة. يعني أنا حسيت هنا أنا مثلا كنت هواي أقول ليش أنت إجيت من بلاد برا أو من الدول الأوروبية، فيقول لي لا ما تقدر تعيش، وأنت قاعد أشوف مناظر حلوة وأسلوب الناس هناك متغير، واحد ما له شغل بالثاني، ماكو مشاكل، ماكو شغلات هاي اللي تصير عندنا بالعراق مثل رمي او شيء او معارك تصير واحد بيعارك الثاني، مو المعارك اللي نقول عنها مثلا عن شغلات الوطن وهاي، لا بس داخل المناطق الشعبية او مناطق الراقية فيصير يعني نزاع عشائري او هاي الامور. لا هنا ماكو، اكو قانون يعني ماشيين عليه، النظافة هنا يعني 100%، معاملة للبشر يعني عندهم حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، حتى الكلب هنا مفضلين عن البشر. يعني يقولون الكلب ثم الطفل ثم المرأة ثم الرجل، الرجل بالأخير شو أمرنا زين. المهم هذا مو موضوعنا، موضوعنا عن جيتك هنا تركيا. حاول شباب من انت تدخل القناة تشوف الفيديوهات بالتسلسل من أول فيديو حتى تتعلم الحلاقة. هنا شوي واجه صعوبة بالتصوير والله، يعني كلش أزيد من العراق، هنا ما يقبلون تصوير، يعني صورة صورة ما تقدر تاخذ قصة الشعر اللي انت سويته، هواي معاناة قاعد أعاني في هذا الشيء. طبعا القناة الصدق أنا مقصر بيها، بس مو بيدي، ما قاعد أنزل فيديوهات إلكم تعليمية، بس موجود كل شيء بيها القناة، وإن شاء الله انتظروني إذا حصلت زباين يقبلون يصورون إن شاء الله أصور إن شاء الله. بسيف يجوز ابني راح أنزل لكم مقطع فيديو، لأن من أيام نزل مقطع فيديو خليته بالحالة صغير، وهو شباب طلبوا قالوا ليش ما صورته، ما كان يمي واحد مثلا يصور لي باحتراف، يعني واحد ما يصير يصور تصوير مو واضح او هاي الامور مثل ما انتم تشوفون عندي هواي، يعني تصوير شوية مو لائق مثل بالقناة. واعذروني شباب لين اكو يعني ناس هواي تقول لي علي التصوير مو شي وهاي، يعني انا ما قاعد انزل مونتاج مو مثل باقي القنوات، صدقوني باقي القنوات يعني حتى القنوات الامريكية يعني ما يدي يصور، ما يصور لك شغلة كله، الشغل مالته يصور لك اياه بس الشغلات الايجابية، السلبية ما يطلع. انا قاعد اطلعك حتى السلبية، قاعد انصحك حتى انا من اذا اخطأ اقول لكم لا تتجون هذا الخطأ زين، وبحيث قدامكم كل شيء يعني متوفر، يعني من اول ما يقعد الزبون عن ما حلقه وخلصه هو الكاميرا انا ما مطفيها الا بعض الشغلات اذا اجى مثلا واحد او شيء، او هاي الصفحه اشتغلتها اقول لك انا الصفحه الثانيه ما اقدر اطول لك الفيديو ازيد زين، حتى لا يكون الفيديو خلينا نقول مدته طويله. والله العظيم اذا قلت لكم شغله، اجاني واحد من قبل كم يوم راسلني فاعطيته العنوان قال وين باسطنبول انا جايك، طبعا هو عراقي راح طبعا يسمع هذا الفيديو، والله راح عن بالي اسمه. الولد من العراق من بغداد من اصل
أصل من البصرة طبعا، هو ساكن ببغداد وبعدين متحول لأمريكا. بأمريكا هناك حاصل على الجنسية الأمريكية، طبعا يكون أيضا يصير حلاق، وهناك حلاق خير من الله. بس يعني هناك دورة، مثلا دورة يمكن 6 شهور عندهم الدورة، ولازم تحترف ولازم عندك يعني هواي أمور. قال صعبة هناك، صعبة حتى التعليم مالهم صعب. فإجيت هنا، قال إجيت العراق، دخلت بمعهد، والله العظيم أنا ما راح أحكي اسم المعهد. المعهد طبعا على اليوتيوب، وصاحب القناة عنده قناة، هو عنده قناة، إذا أقلكم باسمه تتفاجئون، أنا ما راح أحكي اسمه. زين، اكو هواي ناس يقول لي فلان احسن من عندك بالتعليم وهاي، بس صدقوني هذا الشخص اتمنى بالتعليقات هو راح يقول الاسم، اسم المعهد واسم الحلاق الكوافير المعروف بالمنطقة. راح اقول بس المنطقة مالته، ما راح اقول ان اسمه كوافير معروف هو، ونزل مقاطع على اليوتيوب، ومقاطع على اليوتيوب مجزئة، يعني مطلع بس الجمالية، وعالم بين هو ينزل دورات بأربيل. ما راح أقول اسمه، هو أكو معهد بأربيل، بس هو عنده قناة على اليوتيوب ومشهور جدا مشهور، واللي يعرفه يعرفه واللي ما يعرفه كيفكم أنتم، أنا ما راح أحكي اسمه. يقول هذا الشخص نصب علينا، أنا من خلال هاي اسمه أخاف على الناس. ما انا هسه ما حكيت باسمه ولا شيء، بس خلي الناس يعني تتفرج وتشوف، شوف النصب على العالم بالدورات الحلاقة. يعني من يروح للدورة، قبل لا يروح للدورة يشوف ديكور، يشوف مقاطع فيديو، يشوف العالم شلون واقفة وكاظمقص وشو لابس له وزرة ولا، يعني شوفه بس هو وبس. زين، ومن تجي للتعليم المشترك، يعني الجاي مشترك، طيب خلينا نقول المبتدئ، يقول انا كل شيء ما تعلمت. هذا الشخص اجاني، قلت له معقوله؟ يعني انا ما صدقت، انا شنو هم منبهر بهذا الديكور، منبهر بالاشياء اللي عندهم والتصوير وهاي، قلت له معقوله يعني؟ يعني ما يعني ما توقعت، يعني انا احتمال اذا انصح لواحد اقول له روح ما حد فلان حلاق الكوافير المعروف الاسم مالته طوط، ما راح احكي. فاجأ قلت له معقولة هيك يعني هذا طلع يعني هيك؟ قال اي والله العظيم اني رحت وياه، يمكن تقريبا قال ضلينا يمكن شهر من الازيد، قال حتى موفر انه هو فندق الشخص هذا، يقول نجي نلبس سدرية، نقول الوزرة بس سدرية ونشتغل وهاي. يقول والله ما طلعنا حلاق، يقول كل شيء ما افتهمت، يقول لزمة المقص ما عرفت. فيا اخوان خلنا اقول لكم شغله، يعني المعاهد مو كلها مو زينه، بس هذا المعهد يعني انا ما راح احط اسمه ولا شيء، بس انت انصحك نصيحه، من تروح المعهد لا تعطي الفلوس كامله، اعطي جزء من عدها وقل له انا من اتعلم يلا ذيك الساعه احاسبك على البقيه. والحلاقه ترى مو يعني مثلا سياقه، وحتى السياقه مثلا ولو احنا قاعدين نشوف يعني معاهد تعليم السياقة، يعني هو يصعد وياك ويعلمك وياخذك مرة مرتين، يصعدك بالسيارة وبعد شوية تبقى انت شوية متلك، بس عرفت يعني شلون تنمر بالجير، تكب ستيرن، تباع للمرايات وتمشي. طبعا التعليم هو لازم يكون بممارسة، اول وتا لازم بممارسة. الشباب انصحكم حتى لا تروحوا فلوسكم، حتى عن نفسي أنا إذا أقول لك أدخلك دورة بدون ما تمارس، أقول لي علي أنت مو خوش. وقاعد يشوفون أنتم حتى لو يشوفون مقاطع ويقولون إي والله خوش يعلم أو خوش يعلم، بس إذا ما علمتكم ممارسة فيعني ذيك الساعة أقول هذا الشخص لا كذاب وما عنده هاي. وأنا لسه الحمد لله والشكر جميع واحد دخل عندي دورة قاعد يسمعني، وإن شاء الله شوف تعليقه وهو التعليق ماله، وانتم تراسلوا وياه وشوفوا. طبعا هذا مو اعلان علي انا حتى دخل الدورات، انا حاليا متوقف بالدورات، يعني حتى تكون ببالكم، يعني مو انا احكي هسه او اسوي لي اعلان حتى الناس تجيني.
أنا الحمد لله والشكر هنا بتركيا ما أقدر أدخل دورات. ليش؟ سألوني ليش ما أدخل دورات؟ ما أدخل دورات لأن ما أقدر أخلي المبتدئ يجي بس يباوع بعينه، أو أقول له ألزم مقص وهاي الأمور، لا هاي كلها إكلاوات ما يصير، لازم يشتغل. وزين هنا نحن بتركيا مو مثل بالعراق، مثلا أودي المدارس هناك، أو مثلا يجي أطفال عندهم حلاقة العادية اللي هي حلاقة المدرسة احنا نسميها، يعني يجي قال أنا حلاقة مدرسة يعني خفيف الشعر شو ما كان، مثلا المبتدئ يقدر يتعلم بيه وبعدين أنا أصلح من وراه. هنا لا تختلف السالفة، يعني عندهم هنا الشعر يعتنون به، حتى بالمدرسة الشعر عالي، عندي سيف مثل ما شفتوه بالمقطع اللي قبله شعر جد عالي وطويل وما يحاسبونه، بس مجرد يعني انا احدد له هاي الامور اسويها دار ما داير اخذ له. هم نفس الشيء ناعتهم، ما عندهم حلاقه يعني شلون ما كان، من يجي يعتني الطفل بشعر ازل ما بالكبير زين، فما اقدر ادخل هنا دورات، اقدر انصب العالم حالي حال هذا اللي لبسه صدريه ووقفه تكتك بمقصات. هذا الشيء طبعا ان شاء الله استفاديتوا من عنده، وان شاء الله نزلكم بعد مقاطع، عذرونا على التقصير، وان شاء الله انا انزلكم مقاطع بعد. بس شباب قاعد اشوف في القناة اكو يعني شباب احتمال من يبدل موبايله او شيء، فراحت من عدة القناة، لازم ينزل يسوي له قناة، يسوي له ايميل احنا نسميها قناة، فراح يصير اوتوماتيكيا هو عدة قناة، يقدر يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يشوف المقاطع اللي تنزل. أنا هواي والله مقصر وياكم، بس شو أسوي مو بيدي، وهواي الشباب يقول ولو بس تطلع بس السولف، تطلع بس تستقعد بالمحل وشلون ما كان، يعني حتى لو ساكت اطلع عنا نشوفك. أنا بخير إن شاء الله إذا أنتم بخير، وحاب يعني بعد أسلم عليكم من هذا المكان من تركيا، وسلامي لأهلنا بالعراق والوطن العربي وكافة المغتربين من السوريين والفلسطينيين والعراقيين اللي بالخارج، إن شاء الله يتابعونهم ويشوفون، وكافة الدول الجزائر المغرب يعني هواي عدو تونس وليبيا وكل الدول إن شاء الله، واللي مو بالي يعني هو بالقلب يعني ما ذاكره خاف يعني يزعلون علي. إن شاء الله نزلكم بعد مقاطع، وعذرونا على التقصير، ومع السلامة شباب.